ركزوا معايا بقى في أهم نقطة في حلقتنا النهاردة، زاوية اسمها الرقم 7. فاكرين لما مرة شرحنا شكرا يعني في أوائل حلقات التربية شرحنا مرة على أداة اسمها رقم 7. رقم 7 ديت انتوا هنا متوقع خلاص رقم 7 هنا، بصوا انتوا شايفينها هنا 7، ها شايفينها 7، والناس التانية شايفاها لو حد وقف هنا شايفها 8. اقف مكاني. لعبة اسمها ايه؟ بنلعبها مع اولاد من سن 4 أو 5 سنين، لو ما عملتوش العبوها دلوقتي عادي. اسمها اقف مكاني، تبادل الادوار. تبادل الادوار الاب والام والاخ والاخت، كل واحد ياخد دور النهارده، دي تعملوا الكلام ده النهارده. ياخد دور اخوه، ياخد دور امه، ياخد ويتصرف على الاسئله، ونحط بقى اسئله ونبتدي نسمعهم بيقولوا ايه. اسئله بقى ومواقف، وكل واحد يتصرف زي ما هو شايف. الشخصيه الاب تتصرف، شخصيه الام بتتصرف، الاخت هتكتشفوا، مش عايزه اقول لكم مصايب بلاوي متلتله هتكتشفوها. يعني هتكتشفوا رد فعل ابنك او بنتك لما انت كأم مثلا بتصحيها الصبح وتتعاملي معاها ازاي، ها وتتعاملي معاها، هتتعامل معاكي في اللعبه هي الام وانت البنت، بتزقك مثلا، بتشخط يلا قومي، بتشديها من ايدها جامد، بتربط لها شعرها جامد، وبتحس انها ربطها جامد، ان هي حاسه بكده. هي انت كنت بتعملي معاها، بس انت من كتر سرعتك الصبح ووقتك عشان تنجزي، والباص الباص، كلمه الباص دي يلا 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 الباص 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 الباص، هتلاقي هي كمان بتقول كده. كميه الكلام السلبي اللي انت هتسمعيه وهم بيقلدوا في لعبه ايه، تبادل ادوار او 7 و8 زمن، ممتازه جدا اللعبه دي. او الكلمه مثلا الام مثلا تقولها الصبح، ايه انتوا مالكم رحرحين قوي كده ليه؟ انتوا عاوزين نعمل كل حاجه، هو انتوا اللي مش عارفه ايه، وانا خلاص، وانتوا ما قالكوش اي دور خالص. لعبه تقف مكاني دي او تبادل الادوار من اهم اللعب التربويه اللي بتصحح سلوك اولادنا، وبتكشف لنا عن مشاعر ابني ممكن يكون هو حبيبي مش عارف يعبر عنها، لكن بتظهر في اللعبه دي لما يبتدي يتصرف زي ما شايفك انت بتتصرفي.